يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم. الحقيقة أنه وزارة التربية والتعليم واحدة من أكتر الوزارات اللي ليها نصيب من الشائعات، يمكن لأنه التعليم بيهم كل بيت مصري، ودايما الناس بتقرأ ويعني تندفع ورا اللي بيتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي من كتر قلقهم على أولادهم. الحقيقة أنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى مؤخرا ما تم تداوله بشأن مسألة صدور قرار بإلغاء سنة 6 ابتدائي، وده بيكلموا انه من السنه اللي جايه من العام الدراسي القادم مش هيبقى فيه سنه 6 ابتدائي. الوزاره نفت الكلام ده تماما واكدت انه ما فيش اي قرار اصدر بهذا الشان، وشددوا على انه يعني في استمرار لنظام سنوات الدراسه التعليميه زي ما هي من غير اي تغيير سواء في مرحله التعليم الاساسي او المرحله الثانويه. ونجدوا أولياء الأمور والطلبة إنه ما ننساقش وراء أي أخبار مغلوطة بتتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنه ناخد المعلومات من مصادرها الرئيسية. خلينا نتكلم بشيء من التفصيل عن ده دلوقتي. معانا على التليفون الكاتب الصحفي محمود عبد الرحمن رئيس تحرير قناة مدرستنا والصحفي المتخصص في شؤون التعليم. مساء الخير على حضرتك يا فندم. يعني مسألة إنه دايما وزارة التربية والتعليم في شائعات كتير بتطلع في هذا السياق، وعلى وجه التحديد 6 ابتدائي دول الدفعة بتاعت 4 ابتدائي اللي برضو كان عليهم الكثير من الشائعات. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. هو في الحقيقة زي ما حضرتك وضحتي إن التربية والتعليم هي يعني مرصد للشائعات بشكل كبير جدا، يمكن ده راجع لأن إحنا عندنا 26 مليون طالب في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي، ده طبعا بجانب أولياء الأمور، بجانب كمان إن إحنا عندنا منظومة تعليم جديدة بتتغير من وقت للتاني أو بيصدر فيها قرارات تنظيمية من وقت للتاني، فبالتالي يعني بتواجه بشكل كبير مجموعة من الشائعات بشكل إيه؟ بشكل متواصل يعني. ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني فيما يخص موضوع 6 ابتدائي، فبرضه 6 ابتدائي على طول بيطلع على شائعات ان هي هيتم الغائها، وان طلاب المنظومه الجديده اللي هم بتوع 02 اللي هم السنه اللي فاتت كانوا في 4 ابتدائي ودلوقتي في طيب يعني زي ما الوزاره اكدت انه 6 ابتدائي الامتحانات ماشيه بنفس النظام، وانه 6 ابتدائي هي الشهاده الوحيده في الابتدائي. الو حضرتك سامعني؟ انا سامع حضرتك يا فندم، حضرتك سامعاني؟ انا سامع حضرتك تمام. انا بقول لحضرتك انه 6 ابتدائي عندنا منظومه التعليم الجديده اللي هي 02 دي اللي طلابها بداوا السنه اللي فاتت في سنه 4 ابتدائي، ودي كانت اول دفعه بيطبق عليها منظومه التعليم الجديد سواء امتحاناتها او بمناهجها او بتفاصيلها المختلفه. لما طيب. جوهم اتنقلوا السنه دي لخمسه ابتدائي، فالشائعات كثرت جدا على فكره ان 6 ابتدائي هيتم الغائها، ده كنوع من تخفيف المناهج، كنوع من كايقونه من ايقونات نظام التعليم الجديد وما الى ذلك، وان الطلاب هيتنقلوا بشكل مباشر لاولى اعدادي. طبعا هذا الكلام غير صحيح، وده نفاه النهارده مجلس الوزراء بعد ما رجع لوزاره التربيه والتعليم واكد ان طلاب سنه 5 ابتدائي السنه دي هيتنقلوا السنه الجايه لسنه 6 بشكل طبيعي جدا. برايك يا استاذ محمود مصدر الشائعات دي بيكون ايه؟ والله هقول لحضرتك على حاجه، هو دايما احنا كمصر بشكل عام بتواجه شائعات في كافه القطاعات باستثناء الشائعات الموجهه لوزاره التربيه والتعليم. يعني انا قصدي انه بيبقى في تفكير في قرار ما فالشائعات دي بتطلع؟ هو سوء فهم او سوء تقدير للموقف او للاسف انتشار صفحات عليها ملايين المتابعين بتتكلم عن التعليم، فبالتالي لما بيتحط بوست او بيتحط معلومه غير صحيحه فبالتالي بتواجه انتشار كبير جدا بين اولياء الامور. حضرتك احنا عندنا 26 مليون طالب، يعني 26 مليون طالب مع 26 مليون اب مع 26 مليون ام، فاحنا تقريبا بنتكلم في 100 مليون مصري. فبالتالي البعض بيقول يا استاذ محمود انه احيانا بيكون موظفين جوه وزاره التربيه والتعليم هم مصدر هذه الشائعات. بص لحضرتك على حاجه، هي فكره قال مصدر مسؤول دي بين كوتيشن كده هي اللي خربت الدنيا في منظومه التربيه والتعليم. ليه؟ لان احنا يا جماعه زي ما الوزاره اكدت وزي ما الوزير اكد وزي ما مجلس الوزراء اكد اكتر من مره ان المعلومه هتصدر قبل ما نحتاج اليها فتره كبيره، فبالتالي النهارده يقول لك ايه؟ هم هيلغوا التشعيب ولا هيسيبوه في ثانويه عامه؟ موضوع الغاء التشعيب ده لسه السنه الجايه 2024، فيبدا التكهنات من دلوقتي، فيبدا التداول بتاع المعلومه غلط من دلوقتي، فتضطر وزاره التربيه والتعليم تطلع من دلوقتي تنفي، بعد شهر هتلاقي البوست القديم 12 تاني. فبالتالي يعني عايز اقول لحضرتك ان فكره الغاء 6 ابتدائي دي اقسم لحضرتك بالله ان اخر شهر اتنفذ حوالي 14 مره. ده مش كلام يعني مش مجازا. احنا تقريبا تقرير الشائعات تقرير نفي الشائعات بتاع مجلس الوزراء كل اربع بيطلع نفي ما تم تداوله عن الغاء 6 ابتدائي. ده جزء خاص ب 6 ابتدائي، تعالي بقى ل 5 ابتدائي يقول لك اصل مش هيكملوا امتحانات، تعالى ال 4 ابتدائي يقول لك هياخدوا نص المناهج بس.
يجوا في الامتحانات يقولوا لا ده الاربع امتحانات اتلغوا، لا ده بقوا ثلاثه. ففكره الشائعات هي مش شائعات بقدر ما هي معلومات خاطئه متداوله من على الصفحات الخاصه بالتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه. طيب بما ان حضرتك بتتكلم عن الامتحانات، عايزين نتكلم عن الاجراءات الجديده للامتحانات السنه دي، والسنه دي النظام مختلف عن السنه اللي فاتت. صحيح. ثلاث امتحانات مش بس امتحانين، واعتقد حتى طريقه الدرجات مختلفه. صحيح، احنا لاول مره منظومه التعليم الجديده اللي هي 02 الطالب ما بينتظرش فيها الامتحان نص السنه وامتحان اخر السنه. بقى عندنا امتحان تقييم كل شهر، الامتحانات دي بتتجمع وهتحسب ك 10% من درجات نهايه السنه ودرجات نصف العام. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني ان المناهج اللي الطلاب بيمتحنوا فيها مش مناهج عقيمه قوي او عنيفه قوي زي ما حصل السنه اللي فاتت، هي مناهج بيتم توزيعها على الشهور. ولكن الكلام برضو عشان احنا بنتكلم عن الشائعات، الكلام برضو على ان الامتحانات دي مش هتنضاف للمجموع، لا يا جماعه هتنضاف للمجموع. الشائعه الثانيه الامتحانات دي هتغني او هتجوب امتحان نصف العام، لا يا جماعه امتحان نصف العام ثابت، امتحان اخر العام ثابت، ما بينهما هي امتحانات تقييم للاولاد كنوع من تدريبهم وتاهيلهم ان هم يؤدوا امتحان في منظومه تعليميه جديده في نصف العام او في نهايه العام وهم مستريحين نفسيا، ما يواجهوش الامتحان كاول مواجهه ليهم. طب معلش يا استاذ محمود، البعض بيقول انه المنظومه دي بتضغط على اولياء الامور والطلبه اكتر لان هم في امتحانات مستمره. اقول لحضرتك على حاجه، انا هكلمك كولي امر. انا النهارده ابني لما يكون في ثالثه ابتدائي او في رابعه ابتدائي او في خمسه ابتدائي ويكتشف اليه الامتحان في رابعه في نصف العام او في اخر العام بس، طب ما الطالب هيتبرجل. احنا عندنا منظومه جديده فلازم نسلم ان احنا عندنا منظومه جديده. انا كل شهر بدرب الطالب ان هو يخش يؤدي امتحان، الامتحان ده عليه قد ايه؟ عليه 2% من المجموع النهائي، يعني اربع امتحانات يبقى 2.5% في المجموع النهائي. بالظبط زي اللي هينزل يلعب ماتش، انا لو نزلت لعبت ماتش على طول في ملعب جديد هو ما لعبش عليه قبل كده، طبيعي جدا ان هو مش هيعرف ابعاد الملعب. انما وبعدين عايز اقول حاجه على جزئيه مهمه، هو المنظومه الجديده اتعملت ليه؟ عشان تقوم على الفهم والنقاش والحوار والاكتيفيتي والانشطه والرياضه والفن المسرحي واليوم الرياضي وما الى ذلك. ليه مصممين نحصرها في فكره ان الطالب يخش يمتحن يخرج يجيب درجه؟ طب دي المنظومه القديمه اللي احنا كلنا بنعاني منها وبنهرب منها. ده جزء. الجزء الثاني، ايه اللي تحمله اولياء الامور او الطلاب في فكره ان هو يبقى عنده امتحان شهر؟ هو نفس اليوم الدراسي. ضغط الامتحانات. انه طول الوقت البيوت في حاله امتحانات، هم كانوا حافظين امتحانات في نص السنه وامتحانات في اخر السنه وخلاص. هو الطالب بيروح يوم مدرسي عادي جدا في الحصه الرابعه والخامسه او الحصه الثالثه والرابعه بيقام له امتحان كمراجعه في على الثلاث مواد او الاربع مواد اللي عنده. الطالب بيمتحنهم، هيعوض الامتحان الجاي فهيمتحنهم، ففي الاخر هناخد اعلى درجه من الطالب حصل عليها. اعلى درجه دي اللي هي كام؟ 10%. يعني الطالب قدامه اربع فرص ان هو يجيب اعلى درجه عشان الوزاره تحسبها له. الجزء الثاني، انا بشوف ان الحديث عن الدرجات في منظومه تعليم جديده قايمه على الفهم والنقاش لطلاب في رابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي ليس في محله من الاساس. طب ما يجيبش درجات خالص. طب ما الطالب بس المهم الطالب يطلع فاهم ويطلع مستريح. ماذا ايه اللي يحدث للطالب لو طلع من الامتحان مش جايب درجات نهائيه؟ ما هو المفروض ان المنظومه معموله عشان يعوض السنه الجايه. طيب دخل النهارده امتحان الترم وجاب فول مارك بقى عظيم جدا وروح ما عندوش حصيله تعليميه، هيخش بقى كليه طب بالمجموع؟ ما هو لا هنا ده هيخش طب ولا هنا هيخش طب. هو المقصود بالمنظومه انه يطلع بحصيله محفظته تتملي معلومات وتتملي انشطه وياخد على منظومه التعليم الجديد. ده جزء. الجزء الاهم، مين اللي قال ان اولياء الامور بيشتكوا من فكره الامتحانات؟ ما هو ده برضه من ضمن يعني جروبات الامهات ومواقع التواصل الاجتماعي بنقرا اراء الناس يعني. بص هو انا يعني انا لا يحق لي التعليق على فكره الشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بس كل القلق والتوتر اللي حاصل لمنظومة التعليم ولوزارة التربية والتعليم نفسها والأولياء الأمور راجع لمتابعتهم للصفحات غير موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي. الموضوع أيسر مما يكون. وقلنا قبل كده إن العهد الجديد في المنظومة الجديدة بيصالح أولياء الأمور عن اللي حصل في الامتحانات الأولية. لما سيبنا يا أستاذ هدير بيكون في حوار مجتمعي متواصل مع أولياء الأمور يعني في أي تطوير بيحصل. طبعا دي جزئيه صغيره، احنا لما سيبنا الطلاب السنه اللي فاتت ثالثه ثانوي واللي قبلها دخلوا على الامتحان على طول حصل ايه؟ الاولاد جابت 60 و50 وما حلوش وطلعوا منهارين، والمجتمع المصري كله باجهزته بدنيته كلها طلع منهار من نتيجه الامتحانات. فدلوقتي احنا بندرب الاولاد، طيب حاجه من اثنين، يا ندربهم فياخدوا عليها فيؤدوها بشكل ممتع، يا نلغي منظومه التعليم الجديده ونرجع لنقطه الصفر. فالاقرب ان احنا نتدرب على منظومه تعليميه هي بتقول للطالب يا حبيبي ما تجيبش درجه، احنا مش عاوزين الدرجه. اكبر دليل على صحه كلامي يا استاذ هدير ان كي جي 1 كي جي 2 اولى ابتدائي ثانيه ابتدائي ثالثه ابتدائي ما فيهاش امتحانات اصلا. فاول امتحان الطالب بيتعرض رابعه ابتدائي
رابعه ابتدائي في الترم الاول. حتى الامتحانات التقييم اللي بتتم في الاربع شهور ولا الثلاث شهور اللي قبل امتحانات نصف العام هو الطالب بياخد فيها اعلى درجه. طب هو احنا عايزين الدرجه في ايه بقى؟ عظيم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم استاذ محمود عبد الرحمن، شكرا جزيلا على وجودك معانا. دلوقتي هسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع بعد ونكمل فقراتنا، خليكم مستنيين دايما. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني يمكن الحدث الثقافي الابرز والاهم في مصر واليوم اللي كتير من المصريين وعشاق القراءه بينتظروه هو يوم افتتاح معرض القاهره الدولي للكتاب، واللي بينطلق في 25 يناير الجاري في دورته ال 54. المفروض انه يفتح المعرض امام الجمهور يوميا من الساعه 10 الصبح لحد من اول يوم 26 يناير لحد يوم 6 فبراير، وتغلق الابواب يوميا الساعه 8 ما عدا في الويك اند خميس وجمعه يبتدوا 10 الصبح ويقفلوا 9 مساء، والحجز هيكون الكترونيا. هنعرف مع حضراتكم تفاصيل هذه الدوره من معرض القاهره الدولي للكتاب. دلوقتي معانا على التليفون دكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئه العامه للكتاب. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ولو تقول لنا اهم ما يميز هذه الدوره لمعرض القاهره الدولي للكتاب. مساء الخير على حضرتك، وكل سنه وحضراتكم بخير ومصر جميعا بخير. بالفعل كما اشرت حضرتك نحن في انتظار انطلاق الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب. هذه الدورة التي تحمل جديد إن شاء الله سيعلن عن تفاصيل الجديد لهذه الدورة وكل تفاصيلها يوم الاثنين القادم إن شاء الله الساعة 2 ظهرا في المؤتمر الصحفي الذي تترأسه معالي الوزيرة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني. بالفعل دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب ستنطلق إن شاء الله يوم 25 يناير. المعرض سيفتح أبوابه للجمهور يوم 26 يناير حتى 6 فبراير يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 8 مساء، ما عدا أيام العطلات سيمتد المعرض حتى الساعة 9 مساء إن شاء الله. هذه الدورة بالفعل كما تم الإشارة من قبل شخصية المعرض هذا العام الشاعر الكبير صلاح جاهين شاعر العامية المصري، وهو إشارة إلى أهمية الشعر وأهمية العامية المصرية أيضا، بالإضافة إلى شخصية كامل كيلاني شخصية طفل. المعرض ككل الدورات يقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات، وهو الشريك الاستراتيجي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. إن شاء الله خلال المؤتمر الصحفي سيتم الإعلان عن الكثير الذي سيقدمه هذا العام المعرض للثقافة المصرية، الثقافة العربية، الثقافة العالمية بإذن الله. طيب دكتور، عايز أسألك كمان عن يعني أهمية وجود معرض القاهرة الدولي للكتاب، واحنا بنتكلم ان صناعه النشر زي صناعات كتير تاثرت باللي حصل السنين اللي فاتت، ازمه كورونا ومن بعدها الازمه الروسيه الاوكرانيه، اسعار الكتب هتكون عامله ازاي؟ ان يقام المعرض هذا العام هذا دليل على ان مصر ما زالت داعمه بقياده فخامه الرئيس للثقافه وللفكر وللابداع، لان المعرض ياتي برعايه كريمه من فخامه السيد رئيس الجمهوريه، وهذه الرعايه تحملنا الكثير من المسؤوليه من اجل ان يخرج هذا المعرض بصوره تليق بالرياده المصريه الثقافيه والرياده المصريه الحضاريه. والحضارة المصرية قدمت الكثير للإنسانية، بالتأكيد 54 سنة من عمر معرض القاهرة الدولي للكتاب هي دليل وإشارة على أن مصر المنارة الثقافية والمنارة الفكرية للمنطقة. صحيح. طب كمان عايز أسأل حضرتك عن لو في أجنحة جديدة هذا العام في الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. يعني دعينا ننتظر المؤتمر الصحفي إن شاء الله، هو محمل بالكثير كما قلت. إن شاء الله هذه دورة من عمر المعرض، دورة فارقة كما قلت في ظل ظروف عالمية وظروف استثنائية، لكنها دورة ستكون تليق بمكانة مصر إن شاء الله. الدولة ضيف الشرف لهذه الدورة. هذه الدورة المملكة الأردنية الهاشمية هي ضيف شرف هذه الدورة إن شاء الله، وسيكون هناك جناح مخصص لدولة ضيف الشرف، بالإضافة إلى برنامج ثقافي ستقدمه المملكة الأردنية الهاشمية سيتم الإعلان عنه من خلال سفير المملكة الأردنية الهاشمية إن شاء الله خلال الأيام القادمة.
احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئه العامه للكتاب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والنهارده كانت قرعه بطوله كاس العالم للانديه المقامه في المغرب، واللي بيشارك فيها النادي الاهلي، والاهلي بيفتتح مشواره في البطوله بمواجهه اوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير القادم. ايه يعني فرص الاهلي في هذه البطوله؟ يمكن الناس بتتكلم على انه حظنا حلو في القرعه، وانه الاهلي لما يبدا مع اوكلاند سيتي المفروض انه يعني يتجاوز اوكلاند سيتي، يوصل بقى بعدها للفرقه الامريكيه سيتايل، وبعد كده لو تجاوزها يوصل انه يقابل ريال مدريد في نصف النهائي. دلوقتي معانا على التليفون الناقد الرياضي احمد عصام، اهلا بيك، مساء الخير عليك، وشايف ازاي حظوظ النادي الاهلي في كاس العالم للانديه؟ مساء الخير طبعا عليك، برحب بيك وبرحب بمشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك. طبعا حظوظ النادي الاهلي طبعا كبيره، النادي الاهلي دايما بيشارك في البطوله، وهو من المرشحين ان هو دايما يوصل لنص النهائي زي ما بيقولوا، وان هو كمان في السنين اللي فاتت بقى مرشح ان هو يوصل للمباراه النهائيه. ان هو خد طبعا المركز الثالث مرتين ورا بعض، فهو مرشح ان يوصل للمباراه النهائيه بشكل كبير جدا. الاهلي طبعا هيبدا مشواره مع اوكلاند سيتي نيوزيلندي، الاهلي هيبدا بالدور التمهيدي لان هو مشارك كممثل لقاره افريقيا طبعا، الوداد هو اللي حامل المستضيف البطوله، والاهلي بيشارك ان هو ممثل قاره افريقيا، هيلاعب اوكلاند سيتي. اوكلاند سيتي طبعا من الفرق من اكثر الفرق اللي بتشارك على فكره في كاس العالم للانديه، دايما بتشارك، بس طبعا هو مستواهم دايما اقل من النادي الاهلي او اقل من الانديه الافريقيه بشكل كبير. طبعا نيوزيلندا الكره فيها مش متطوره قوي، فمرشح جدا الاهلي يكسب، والاهلي كمان لما يكسب قدامه فرصه كبيره في ربع النهائي ان هو لما يلاعب سياتل ساوندرز الامريكي ان هو برده يحقق مكسب كويس جدا، لان الفرقه الامريكيه برده عانت كتير السنه اللي فاتت. كسبت البطوله القاريه بتاعتها، وعلى فكره هو اول فرقه من امريكا تشارك في كاس العالم للانديه، بس هي برده فرقه على المستوى الفني جوه الملعب مش من اعلى الفرق ان هي ممكن تأدي وتكسب النادي الاهلي. لا، الاهلي قادر بلاعبيه، وقادر بمدربه، وقادر كمان بجماهيره، بالذات ان البطوله هتقام في بلد عربيه، والحضور الجماهيري منتظر جدا للنادي الاهلي ان هو يكون كبير زي ما شفنا قبل كده في السنين اللي فاتت في الامارات، وبرده لما اتعملت في المغرب قبل كده، ده من المنتظر طبعا. فحظوظ النادي الاهلي طبعا كبيره، وطموحات النادي الاهلي ان هم يلعبوا ريال مدريد، وعلى فكره جماهير النادي الاهلي وكمان في مصر طموحاتهم بعد كده لو وصلوا ريال مدريد، احنا ليه ما لا؟ ليه لا ما نكسبش ريال مدريد كمان بطل اوروبا، زي ما قابلنا بايرن ميونخ قبل كده وقدرنا ان احنا نوعا ما نلعب قدامه، خسرنا 2-0 بس، فليه لا ممكن نأدي ونعمل ماتش شرفي كبير وبرده ممكن نكسب، يعني ليه لا؟ الكوره ما فيهاش مستحيل. طيب عايز اتكلم معاك كمان عن الصفقات الجديده للنادي الاهلي، يعني يمكن كريستو مهاجم النجم الساحلي، وكمان مروان عطيه اخيرا لاعب الاتحاد السكندري، وكمان خالد عبد الفتاح لاعب سموحه. خالد عبد الفتاح طبعا، نبدا بخالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح الاهلي تعاقد معاه لان طبعا شفنا اصابه اكرم توفيق وكريم فؤاد بالرباط الصليبي، كانت صدمه طبعا لمارسيل كولر مدرب النادي الاهلي والجماهير، فطبعا كان لازم الاهلي يدعم في الناحيه اليمين مع محمد هاني، هو لعيب كويس جدا من احسن الباكات رايت اللي موجوده في الدوري، وظهر اداؤه كويس جدا مع سموحه السنه دي. كريستو طبعا من اللعيبه الشباب الموهوبه اللي منتظر او من المنتظر منها انها تأدي بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، وان هو يبقى اساسي في الفتره الجايه. كريستو من اللعيبه المهاريه جدا، كان مع نجم الساحلي، كان هو اللي شايل فريق نجم الساحلي لوحده رغم صغر سنه، فطبعا من اللعيبه المميزه جدا اللي هتدي اضافه الفتره الجايه للنادي الاهلي. مروان عطيه طبعا، وخناقه مروان عطيه الفتره اللي فاتت، هيروح الاهلي لا هيروح الزمالك، هو يعني نقدر نقول انه مروان عطيه على وجه التحديد حجز مكانه في كاس العالم للانديه مع الاهلي. مع حاجه مكان اكيد، وثلاث صفقات، اعتقد ان هم بعد فتره قريبه جدا ان هم هيبقوا اساسي، الثلاث صفقات هيبقوا اساسيين مع النادي الاهلي، بالذات بعد تراجع اداء محمد هاني خالد عبد الفتاح ممكن يبقى اساسي. كريستو شفنا اجنحه النادي الاهلي مش على احسن مستوى الفتره اللي فاتت، وبالذات في ماتش امبارح قدام المصري. طبعا صفقات النادي الاهلي، ولسه الاهلي كمان هيدعم بمهاجم افريقي الفتره الجايه، كان في كلام على موليكا اللي كان بيلعب في مازين دلوقتي بشكتاش، لا موليكا ما اعتقدش ان هو هيجي النادي الاهلي. النهارده كنت في حديث مع احد المسؤولين في النادي التركي، لا قال لي لا احنا مش هنبيع موليكا، موليكا من اللعيبه الشباب اللي احنا شايفينهم هيبقوا مستقبل في النادي، فاحنا مش ناويين ان احنا نبيعه، فطبعا هتبقى صفقه صعبه جدا على النادي الاهلي، بس المؤكد ان الاهلي هيتعاقد مع مهاجم افريقي قبل كاس العالم للانديه. عظيم، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا الناقد الرياضي احمد عصام، شكرا جزيلا على وجودك معانا.
سيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بعد نكمل كلامنا، خليكم مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن الحديث مستمر عن الذكاء الاصطناعي طول الوقت وتطورات الذكاء الاصطناعي، وانه بقى بيدخل في كل تفاصيل حياتنا. يعني تطبيقات كتير، كل يوم بنصحى نشوف تطبيق جديد، ويمكن الكلام كان يعني كتير جدا الفتره اللي فاتت على تطبيق اسمه تشات جي بي تي، و قد ايه انه التطبيق ده ممكن انه يحل حاجات كتير جدا جدا جدا، وينافس الكثير من التطبيقات اللي موجوده بالفعل بتعمل نفس الموضوع. يعني مثلا انت ممكن تساله عن افكار لشغل جديده السوق دلوقتي محتاجها، تساله عن ازاي تنمي مهاراتك في شيء ما، تساله عن انه يعني محتاج مثلا اكتب بحث عن حاجه، اكتب موضوع عن حاجه انا بديله الحاجة اللي أنا محتاجة أكتبها، يعني عايزة أسأله مثلا عن عندي انترفيو ممكن الـ HR يسألني في إيه، كل شيء بيتم إجابته وبالتفصيل. ويمكن في بلاد الطلبة استخدموه كوسيلة للغش، وأعتقد إن هو عشان كده يمكن اتقفل في بعض البلاد. تطبيق قالب الدنيا، الناس كلها بتتكلم عن التطبيق اللي بيحصل، اللي بيقدمه هذا الموقع أو تطبيق اللي اسمه جي بي تي، ويمكن بنتكلم على إنه يمكن ينافس جوجل. دلوقتي بنتكلم بشيء من التفصيل. معانا على التليفون مهندس بهاء البزار، رئيس إحدى شركات البرمجيات المتقدمة. مساء الخير عليك يا باشمهندس، ويعني لو تعرفنا كده ببساطة إيه هي التفاصيل التقنية لتشات جي بي تي، وهيفرق إيه وهيقدم إيه مختلف عن التطبيقات المشابهة الموجودة بالمثل. مساء النور على حضراتكم جميعا. هو طبعا موضوع مهم ومثير جدا واثار الدهشه عند جميع الناس من نتائجه، فالنتائج اللي بتخرج من تطبيق زي شات جي بي تي اثارت الدهشه عند الناس. انما انا يتهيألي بعد الكلام اللي هنتكلمه دلوقتي الامور هتتضح للناس، وهتعرف ان الموضوع ما هو الا تطور طبيعي وتقدم في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية. لما نيجي نبص مثلا عشان نبسط للناس هو ليه شات جي بي تي ويعني ايه شات جي بي تي، هنبتدي الاول من محركات البحث التقليدية اللي ابتدت تاخد مني كلمات بحثية او سؤال معين، وبعدين تبتدي تسترجع من البيانات اللي دخلتها الناس ودخلوها الاخرين والشركات باجابات ونتائج بحث، انا ببتدي الاقي الحاجه بتاعتي فيها. طيب ايه اللي حصل؟ ايه الطفره اللي احنا زادت علينا علشان يظهر حاجه زي شات جي بي تي؟ خلال الفتره اللي فاتت، خلال ال 20 30 سنه اللي فاتوا، الناس كلها المستخدمين بشكل كبير جدا، وخاصه من خلال المنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي، ابتدوا يدخلوا بعنف وبقوه وباحجام غير مسبوقه على مستوى البشريه محتوى بايديهم هم ابتدوا يصنعوه، فابتدى يبقى في ماده خام كبيره من المحتوى. الماده الخام اللي الناس دخلتها بايديها ديت هي الماده الخام بتاعت شات جي بي تي على مستوى الانترنت كامل. فاصبح ان دلوقتي عندي مدخلات من الاشخاص العاديين المستخدمين عبر أزمنة مختلفة، في حالات مختلفة، في ثورات، في أفراح، في أحزان، في أوضاع كتيرة جدا. فابتدى شات جي بي تي الخوارزميات بتاعته تتبني مش على عملية استرجاع النص المباشر، لا، على عملية تحليل النص وتحليل الأوضاع والأزمان للأشخاص. فابتدى يحلل التصرف، ابتدى يحلل تكوين المحتوى اللي بيقدر يكونه الشكل الأدمي. فالنهارده لما بيجي حد يفتح موضوع ويسال شات جي بي تي انا ايه احسن مثلا وظيفه اشتغلها، فبيبتدي هو يعمل ايه؟ يبتدي هو يرجع لمكونات البحث ويبتدي يكونها من التحليلات اللي هو بناها. يعني هو مفاتيح البحثيه بتاعته مش مفاتيح كلمات مباشره، هي التحليلات اللي هي اتبنت من خلال الناس اللي قبل كده، ويبتدي يطلع بعد كده يكون النص السليم من الشكل الإملائي والشكل النحوي، فتبتدي تطلع الجمل المتناسقة بعد ما يبتدي يركب المكونات الخاصة بيه ديت، ويبتدي يطلع لي الإجابات في الشكل اللي هو النصي دوت أو الشكل الواضح دوت. فهو دوت هو ابتدى يعمله، فهو عبارة عن خوارزمية بتسعى مبدئيا. الشركه اجرت بعض الخوارزميات السابقه ليها لتحليل مدخلات الناس خلال الفتره اللي فاتت عشان تقدر لما انا اجي ادور فابتدى يجيب لك نتائج، وابتدى هو يقدر يصنع محتوى جديد او نص جديد مبني على هذه النتائج
اللي هو شغال عليها. ده اللي بيحصل لغايه الان. اللي هيحصل الفتره القادمه وهو شغال هيبتدي هو يبني خبرته يعني الخبره بتاعت السيستم نفسه بقى، اللي هو يبتدي يبني خبرات من ردود افعال الناس على الاسئله وطبيعه الاسئله وانواع الاسئله وهكذا. فدوت الموضوع ولو حبينا نبسطه للناس لان دي نقطه مهمه جدا. طب هل اللي بيعمله شات جي بي تي ده الانسان الطبيعي ما يقدرش يعمله؟ لا، هو موضوع عادي. هو لو في انسان عنده قدره انه يذاكر المحتويات دي كلها ويحللها كلها هيوصل نتيجه زي ما الكالكوليتر او الاله الحاسبه طلعت. الاله الحاسبه اول لما طلعت هو الانسان كان بيقدر يجمع رقمين في بعض ثلاثه في بعض. بعد كده ابتدى الاله الحاسبه يتفوقت على الانسان في سرعه الاداء ان هي بقت تقدر تضرب مثلا رقمين مكونين من 10 ارقام او 10 احرف في وقت بسيط جدا. ده اللي بيعمله الشات جي بي تي. هو ابتدى يعمل بروسيس او عمليه صعبه على الانسان انه يعملها بقدراته العاديه، انما بيقدر يترجمها في وقت اقصر واقل بكتير. ده كده باختصار يعني الشات جي بي تي هو تطبيق وهيبقى له تطبيقات منافسه بس في شركات هتنافس، وهو تطور الطبيعي يعني للموضوع. الهدف منه ان هو يبقى ركيزه اولى لبناء المساعد الرقمي او المساعد التقني، سواء بقى نحطه في شكل قالب على هيئه مثلا انسان او على هيئه بوكس او على هيئه حاجه، بس هيبقى في شكل معين انا بقدر اكلمه مثلا فبيقدر يرد عليا. طيب هل هو هيقف هنا بس؟ لا، هو بالتوازي شغال على جزئيه ان هو يقدر يبني تطبيقات من بغير مبرمجين، ودي حاجه هو محتاجها ان هو يقدر يبني تطبيقات من غير مبرمجين على اساس يبقى كمان قدر يضيف لنفسه قدره البناء الخوارزميات. يعني احنا هو خوارزميه معينه هي شغاله وفي نفس الوقت الخوارزميه دي بتعمل حاجه. طب هو النهارده هيقدر يبني برنامج لنفسه، فبناء عليه لو انا جيت قلت له هو انت عايز انا دلوقتي اشتغل على حاجه ازاي اعمل مثلا شيء معين، هو الشيء دوت هو مش عارفه، هيبتدي يقول لك طب انا ازاي اعملها؟ فتقول له انت بتعمل 1 2 3. هو يبتدي يبني برنامج لنفسه بالخوارزميه ويقدر يعمل اللي هو بنسميه النو كود بروجرامينج، ويبني هذا البرنامج لنفسه ويبتدي يغذي بيه نفسه. فهو كده فتح المنطقتين، تغذيه المحتوى الذاتي، تغذيه البرامج الذاتيه. فابتدى يبقى هو ابتدى يبقى عندك حاجه ايه يعني شبيهه كده لشيء بيقدر يتكلم معاكي ويتفاعل شبه الادميين، وبيقدر ياخد اكشنز ويشتغل برضه بشكل يعني ياخد اكشن على الارض. ده لغايه النهارده اللي بيحصل. بكره هيحصل ايه وبعده هيحصل ايه؟ الموضوع واضح، مش محتاج يعني اسئله كتير. لو احنا فكرنا في بكره، هو بكره المفروض ان هو يبتدي يتدخل بقى معانا بقى اكتر في الحياه. يعني ان انت تكتب نص دي مش ازمه، ان انت تعمل حاجه دي مش ازمه، انك تسال سؤال دي مش ازمه، بس انت ازمتك انك تطوره وتبقى تخش في حاجه ازاي تبقى اكثر ذكاء من الذكاء الاصطناعي، وازاي ازاي يا باشمهندس يعني ازاي الافراد العاديين، لانه الموضوع دلوقتي ما بقاش حكر على المتخصصين، ازاي يطوروا من نفسهم علشان انهم يعني الذكاء الاصطناعي ما يقضيش على القوى البشريه، بالعكس يساعدهم في تنميه مهاراتهم. بالظبط بالظبط، بحيث ان هم يعني هيبقى هنا في يا فندم الجزئيه اللي احنا طول عمرنا بنحاول ننصح بيها الناس. هو الذكاء في السؤال. يعني انت خلاص انا عايز اتخيل انت بقى عندك اله بتحلل لك وبتعمل لك كل حاجه، بس ايه السؤال الذكي المنطقي اللي انا ممكن اساله علشان هو يساعدني، وايه المعطيات اللي ممكن اساعده بيها في السؤال؟ فلو انا جيت دلوقتي وابتديت ان انا اقول له انا عندي مش عندي ارض صحراويه، انا عندي الارض الصحراويه اللي هي من اللوكيشن كذا في كذا في كذا في كذا، وضعها كذا واحداثياتها كذا ووضعها كذا، ايه احسن طريقه تساعدني ازرع بيها؟ هو هنا ابتدى يساعدني فعلا للتطور. هو هنا ابتدى يساعد، انما لو انا قاعد اقول له انا مطلوب مني موضوع تعبير كذا يوم هو قايله لي، انا كده رحت بالجانب ان انا بقيت كانسان ادمي عايز ابقى مرفه واعتمد على التكنولوجيا، فبالتالي هيحصل فينا زي ما حصل الكالكوليتر، تجيبي شاب تساليه 7 في 9 بكام ما يعرفش، الاجابه دي مش عنده. او هيساعد مهندس انه في وقت اقصر ينجز ويبني مباني وكباري وحاجات عظيمه جدا، ومحاسب يعمل عمليات حسابيه كبيره جدا باهداف ايده. فاحنا ازاي هاو تو درايف وكيفيه قياده الذكاء الاصطناعي من اجل التطور البشري وخدمه البشريه، هو دوت اللي احنا المفروض بقى نوجه فيه ذكائنا ونبقى اكثر ذكاء فيه علشان نقدر يعني نقود هذا ونتقدم.
مش نستعمله في ان احنا اكسل اجمع 3+2 فانا بقى يبقى عندي بني ادم مش عارف 5. لا هو 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 دوت الشطاره يعني. هو ده بيحصل يا باشمهندس يعني. يمكن اطفال ما اعتقدش انه مصرح ليهم انهم يستخدموا الابلكيشنز دي، بيستخدموها بالشكل اللي حضرتك بتقول عليه ده، بيسالوهم عن الارقام والضرب والحساب وازاي اتعامل مع ده وياخدوا الاجابات جاهزه. وده حصل في بلاد كتير، اكتشفوا مثلا الغش بتشات جي بي تي. اكزاكتلي هي دي الحته اللي احنا عايزين نهرب منها او عايزين نوجهها صح. انا ذكائي في السؤال، ذكائي في معطيات السؤال، ذكائي في استخدام البشريه هو ده الاهم. انما لو انا اي ميس يوز او اسات استخدام الموضوع بان انا لقيته هو بيريحني في حته معينه فلقيت انا استريح، للاسف هيحصل بقى الحاجات اللي بقى ايه اللي يعني مش عارف بيقولوا عليه ايه اللي بتشوف في افلام الخيال العلمي. يعني ابتدى انا اقل فكر والاله اكثر ذكاء مني واكثر علم، ونبتدي بقى في معركه. طب تعالي بقى نتخيل ان في مثلا شات جي بي تي 1 بيتناقش مع شات جي بي تي 2، دي ادي كارثه بقى يعني. تخيلي حضرتك بقى احنا لغايه دلوقتي عم خلينا احنا اللي بنسال الشات جي بي تي. طب ممكن يبقى في شات جي بي تي يعني تخيليه كده كافتراضي، وفي شات جي بي تي ثاني ابتدوا يتناقشوا مع بعض وابتدوا يطوروا بعض وابتدوا بقى يبنوا كيان الجي بي تي او كوائن الجي بي تي. فاحنا هنا في ايدينا احنا هل نسيب الاطفال ونسيب اولادنا يستعملوه ويغشوا بيه ويفش يعني ياخدوا شهادات بس عن ضعف ونخش في مساله احنا بنعمل ايه؟ ولا لان هو كمان خاصه الخوارزميات بتاعته الناتج بتاعها بيعدي البرامج اللي بتمسك حته الاقتباس. يعني حضرتك عارفه دلوقتي لما اي حد بيعمل بحث او حاجه في برامج بتقول لك نسبه الاقتباس قد ايه، واحنا كلنا في الدراسات سواء اللي هي يعني الجامعيه او الدكتوراه او العليا او كده كله بيستعملها بحيث ان انا اعرف هو الطالب دوت مقتبس ولا ده نتاج فكره وبحثه. فالنهارده اللي بيخرج من الجي بي تي بيقدر يعدي دي، يعني ما بيعدي الاقتباس. فاحنا لازم فعلا نحاول نسيطر على حته الغش وهذه الاشياء، ونعمل منتديات ونعمل اجتماعات ونقف وقفه حازمه مع ما هي الاسئله الاكثر ذكاء بالمعطيات الدقيقه اللي تقدر تخلي الجي بي تي يشتغل بالخوارزميات بتاعته على كل ما انتجت البشريه الفتره الاخيره من محتوى وكده، بحيث ان هو يديني الاجابات اللي انا كان صعب عليا ان انا اجيبها لوحدي، او صعب عليا ان انا كبني ادم اجمع كل ما حدث في العالم من افكار في منطقه معينه. زي مثلا مساله انه يديني افكار جديده مثلا لمشروعات انا ممكن ابقى بعملها دلوقتي، ده شيء هايل انه يبقى في تطبيق يقدر يساعد الشباب لو احنا بنتكلم على انه عايزين نعمل مشروعات تتناسب مع اللي بيحصل دلوقتي عالميا مع الظروف الاقتصاديه العالميه، شيء هايل انه يبقى في تطبيقات تساعد في ده. بالظبط يا فندم، هنا 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 حضرتك اثرت فعلا النقطة السليمة وقلب الموضوع. لو واحد دخل قال له أنا إيه المشروعات المستقبلية اللي ممكن أعملها؟ هو هيقول له اللي عنده. إنما لو أنا دخلت وقلت له أنا عايش في مصر وأنا عمري كذا سنة وأنا قدراتي كذا 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 وأنا كذا كذا وأنا أقدر أعمل كذا وأنا إمكانياتي المادية كذا، فكيفية إعطائه المعطيات بذكاء هيساعده هو إن هو يرجع لي بنتائج أكثر واقعية ودقة. أخذها بقالب التنفيذ والتصور، هنا يبقى هو فعلا يعني قلب الموضوع اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي ده هو دوت المحرك الرئيسي. ازاي انت يساعدك تعمل افكار، ازاي يساعدك تتطور، ازاي يساعدك تتغلب على احد عيوبك، ازاي يساعدك تعمل كده. هو فعليا مش بيساعدك عن طريق ان هو بيجيب من كل اللي حصل قبل كده واللي بيحصل بطريقه خوارزميه معينه، ان هو في الاخر تطبيق قايم على ماده خام اللي احنا عملناها بايدينا خلال الفتره السابقه من العمر البشري، وبيبتدي يطلع لي الافكار ديت، وفي الاخر طبعا بيحطوها في النص السليم. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الشرح الكافي والوافي لتشات جي بي تي، المهندس بهاء البزار رئيس احدى شركات البرمجيات المتقدمه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم. نروح مع حضراتكم دلوقتي فاصل ونرجع بعده نكمل، خليكم مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن معظمنا بيعاني من اضطرابات النوم بتفاوت يعني الدرجات، ناس ما بتنامش كويس، تصحى من النوم كانها ما نامتش، اغمض ساعتين كده والاقي نفسي فايق ونشيط ومش عارف اكمل نوم، والعكس في ناس يمكن نومها كتير جدا وبرده تصحى تبقى حاسه انها ما خدتش كفايتها من النوم. ايه اللي بيحصل وايه مساله اضطرابات النوم دي، وامتى ايه العلامات اللي لما
تبان عليا المفروض ان انا اروح لمتخصص علشان اقيس عدد ساعات النوم وجوده ساعات النوم، علشان ده بكل تأكيد بيأثر على صحتنا الجسدية وبيأثر على نشاط المخ وبيأثر على كل شيء. يعني ازاي بتأدي عملك خلال يومك، ازاي حتى انت قادر ان انت تنزل وتروح وتيجي وتتناقش مع الناس لو انت ما كنتش بتنام كويس. يمكن ناس كتير بيجي لها احلام مزعجة، تفضل مش عارفة تنام، قلقانة، ناس بتلجأ لأدوية من غير استشارة طبيب، وده بقى شائع الحقيقة. ويمكن حتى في سن صغير ناس كتير بتاخد أدوية علشان تساعدها انها تنام، وبعد شوية بيحسوا بالكارثة اللي عملوها في نفسهم وانه ده أثر عليهم بشكل سلبي بشكل كبير. هنتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن اضطرابات النوم وايه اللي بيحصل وليه بنحس ان احنا مرهقين طول الوقت ومش واخدين كفايتنا من النوم. منورنا دلوقتي في الاستوديو دكتور امجد جبر، استاذ مساعد الطب النفسي بطب الازهر. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. جوده النوم، هل في انواع من الاضطرابات دي؟ ازاي الواحد يقدر يعرف انه بيعاني من اضطرابات النوم، يعمل ايه ويستشير مين؟ هل الناس بتلجا، يعني دايما نسمع انه في ناس مثلا نومها خفيف وناس نومها تقيل. ممكن يا دكتور حضرتك كنت بتتكلم قبل الفاصل عن انواع اضطرابات النوم وجوده ساعات النوم، ودايما نسمع ان فلان نومه خفيف وفلان نومه تقيل، وناس بتنام والراديو والتلفزيون شغالين وحواليهم اصوات وفي الاضاءه وناس لازم تطفي النور. الناس لازم تفهم ان اهم حاجه في النوم هو حاجه اسمها سلوك النوم. سلوك النوم مرتبط بالحاجات اللي حضرتك بتتكلم عنها، اللي هو عدد الساعات اللي انا معتاد ان انا بنامها، المكان اللي انا بنام فيه، طبيعه الغرفه اللي انا بنام فيها، الوقت اللي ببدا فيه النوم بتاعي، والوقت اللي انا بستيقظ فيه. العادات بتاعت استخدام السوشيال ميديا والالكترونكس والحاجات دي كلها، الناس اللي بتصحى بالليل تدخن او بتاخد وجبات وترجع تنام تاني، العادات الشخصيه بتاعت الاكل بالليل والتدخين بالليل دي، هل بتؤثر على جوده النوم وعلى عدد ساعات النوم؟ وانه ناس كتير يومها مقلوب، ما تلاقيهاش بتنام بالليل زي ما ربنا يعني قال انه النوم بالليل والعمل بالنهار. تمام، خلينا نتكلم على ايه اللي بينظم النوم. احنا قلنا ان في حاجه اسمها الساعه البيولوجيه او الايقاع البيولوجي، وده اللي مسؤول عن حركه النوم واليقظه بتاعتنا، وان هي بتحصل بشكل يومي متكرر خلال ال 24 ساعه اللي احنا بنبقى صاحيين فيهم. ايه اللي بيحصل فيهم؟ احنا عندنا درجه الوعي، لازم نبقى نفهم ان النوم عمليه فسيولوجيه، بمعنى ان هي عمليه متكرره المخ بيقوم بيها او الدماغ بيقوم بيها كوظيفه، بحيث ان هو بيساعدنا ان احنا نستعيد الطاقه بتاعتنا وتتم بعض عمليات النقل الكيميائي وتنظيم الهرمونات وافرازها اثناء عمليه النوم. تمام، زي ما كانوا بيقولوا لنا واحنا صغيرين كده، احنا بننمو واحنا نايمين. بالظبط، هرمون النوم بيفرز خلال النوم، وهرمون الشبع حتى، عشان كده الناس اللي عندهم مشاكل في النوم بتاعتهم عندهم مشاكل دايما في الوزن، يصحوا بالليل ياكلوا لا بالزياده او بالنقصان. بالظبط كده، لان هرمون الشبع وهرمون الجوع الاثنين بيفرزوا اثناء النوم، فالشخص كل ما هيكون بينام نوم صحي هيكون قادر ان هو يحافظ على الوزن بتاعه. كمان الناس اللي عندها امراض الضغط او امراض السكر او الحاجات دي كلها، الافراز الهرمونات بتاعت المسؤوله عن تنظيم الضغط او مسؤوله عن تنظيم هرمون الانسولين بيتم افرازه ليلا، والتخلص من زياده الحساسيه للهرمونات الخاصه بعمليه التمثيل الغذائي. طيب احنا عندنا حاجات كتير مرتبطه وبيحصل لها ايقاع بيولوجي داخل الدماغ كتير، اهمهم النوم. فالنوم بيبدا عن خلال دوره النوم واليقظه بتاعتنا، بتبدا من خلال استقبال الاشعه بتاعت الاضواء بتاعت النهار اثناء اليقظه، عشان كده هم كانوا بيقولوا لنا نصحى بالنهار وننام ايه بالليل، وجعلنا ايه نهارا معاشا وجعلنا الليل لباسا. فده المسؤول منها ان احنا هننام بالليل. ليه؟ لان المخ مع قله الضوء اللي وارد للعين في اثناء الليل بيفهم ان ده وقت الراحه ووقت النوم، فيبتدي بعمليات نقل كيميائيه اخرى اثناء النوم. الهدف منها ايه؟ التخلص من السموم الزائده، ضبط عمليه التمثيل الغذائي، التخلص من الخلايا السرطانية. فعشان كده الناس كل ما هتكون بتنام أحسن كل ما هتبقى صحتها أحسن. تقوية الجهاز المناعي، الجهاز المناعي بتاع الشخص بيقوى أثناء النوم، فكل ما الشخص هيبقى عنده جهاز مناعي قوي هيكون قدرته على مقاومة الأمراض أو التخلص من الأوبئة والأمراض بيكون أفضل. فعشان كده مهم جدا إن الناس تكون بتنام قدر كافي من النوم. كمان عملية التعليم والمذاكرة في حد ذاتها مرتبطة فعلا بعملية النوم، لأن تكوين الذاكرة وعملية التخزين وتصنيف المعلومات بيتم أثناء النوم. عظيم. فالشخص كل ما يكون بينام عدد ساعات كافي هتكون صحته بالنهار أفضل. وبالتالي احنا لازم نفهم ليه إنه النوم مهم، لأنه ربنا خلقنا بننام تقريبا تلت عمرنا. احنا عدد ساعات النوم قلنا بيختلف من الوقت، لكن في المعتاد في البالغين بنبقى من 6 ل 8 ساعات، أما أجي أحسبهم في بالنسبه من 24 ساعه هلاقي الانسان بينام تلت العمر بتاعه. اكيد طبعا ده ربنا خلقه الوظيفه، ولازم نحافظ على الوظيفه دي بحيث انها تكون موجوده.
النوم لما بيتكون زي ما قلت لحضرتك ان هو بيتكون من خلال مراحل معينه، كل مرحله بيكون لها اهميه معينه. النوم اللي هو المرحلتين الاساسيين بنسميها حرق النوم المصحوب بغير حركه العين السريعه، والنوم المرحله الثانيه اللي هي المرحله المصحوبه بحركه العين السريعه. المرحله الاولى دي بيبتدي ان فيها نشاط المخ يبتدي يقل، ويبتدي الجسم يتهيأ انه يوصل لمرحله النوم العميق اللي هو بيخلي الشخص يقوم من النوم الصبح حاسس انه نام وفايق ومرتاح، ويحس ان هو عنده طاقه جديده يبدا بيها اليوم بتاعه الجديد. يعني يا دكتور انا لو قمت حاسس ان انا تعبان ومجهد يبقى انا ما دخلتش في النوم العميق اللي حضرتك بتتكلم عنه ده. اه بالظبط كده. يبقى انا هقوم جوده النوم، هو النوم مرتبط بعدد ساعات وبجوده النوم. يعني ممكن الناس حتى في تصنيفات الناس بنسموهم شورت سليبر ولونج سليبر، ناس بتنام عدد ساعات قليله وناس بتنام عدد ساعات كتيره. الهدف النوم الكتير ده برضو ممكن يبقى مضر، وهنتكلم مع حضرتك بالتفصيل عن ده. بالظبط ممكن يبقى جزء من النوم. ناخد راي دكتور احمد عصمت استاذ المخ والاعصاب بجامعه الازهر. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. اهلا مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا دكتور. ازاي النوم ممكن يضرني لو انا بنام ساعات كتيره، او في ناس بتهرب يعني من مشاكل كتير ومن تفكير وقلق بانها تنام كتير جدا، او كمان زي ما كنا بنتكلم انه في ناس بتنام 3 4 ساعات وده معدل نومها الطبيعي، لكن بعد فتره بتحس بالاجهاد والتعب وانها يعني مش قادره انها تعمل اي حاجه من الوظائف الطبيعيه اللي هي المفروض تؤديها. برحب دكتور امجد طبعا استكمالا للكلام اللي هو قاله. هو طبعا احنا النوم بيمثل في حياه الانسان 40%، وده نسبة كبيرة جدا. عشان كده احنا الاهتمام بموضوع النوم ومشاكله دي حاجة مهمة، والأمراض اللي بتحصل اللي بتعمل مشاكل في النوم لازم نديها اهتمام كبير شويتين. احنا ازاي نشخص مرض النوم؟ في تقنية حديثة احنا بنسميها معمل النوم. نقدر عن طريقها ان احنا نسجل الاضطرابات اللي بتحصل خلال فترة النوم كلها، وبكده نقدم حل وعلاج. طب هل الحل والعلاج ده متعلق بس بأمراض المخ والأعصاب؟ طبعا لا، في امراض كتيره متعلقه بالانف والاذن وامراض التنفس بتاثر على موضوع النوم. احنا بقى بالتقنيه دي نقدر نفيد العيان ونشخصه ونوصل لعلاج كويس يفيده ويريحه من المشكله دي. عظيم. طب يا دكتور معلش عايز اسالك، امتى الواحد يتجه لمعمل النوم ده او عياده النوم ده؟ يعني ايه الاعراض اللي المفروض تحصل له فهو يحس اني خلاص محتاج اروح لهذا المكان، علشان لو في قياسات متابعه معينه لقياس جوده النوم، درجه اضطراب النوم اللي عندي، اروح امتى؟ ده سؤال مهم جدا. مش كل شخص عنده مشكله في النوم او ما بينامش نقول له يلا نعمل لك عمل نوم، لا. لكن في اعراض مهمه هو ممكن يشتكي بيها، ساعتها نوجهه يعمل الدراسه دي. اللي هي زي مثلا شخص قال لك انا بمشي وانا نايم، ان في البيت حد صحي لقى ماشي وهو نايم فتح باب الشقه ونزل، وممكن كمان يحصل مشكله بسبب الكلام ده. او حد مثلا وهو نايم بيجي له خناق يقوم من النوم في عز النوم مخنوق، او حد مثلا وهو نايم بيعمل حركات بايديه ورجليه، او انسان بيتفزع كتير وهو نايم اثناء، حد مثلا بيجي له نوبه تشنج او صرع اثناء فتره النوم. دي حاجات مهمه احنا ممكن نسالها. طب والكلام وهو نايم يا دكتور؟ لانه دي بنسمعها من ناس كتير انه فلان مثلا بيتكلم وهو نايم. تمام. بص، الدراسه دي بقى اهميتها انها تشخص الكلام ده وتكشفه. بمعنى ان احنا عندنا جهاز ممكن نركبه على جسم الانسان. الجهاز ده بيتوصل بحاجه اسمها مجسات. في حاجه بتوصل على الايد والرجل والبطن، وليها اسلاك بتتحط على فروه الراس على الدماغ عشان تسجل اضطرابات كهربيه المخ. كل ده، وكمان مش كده وبس، ده احنا كمان في اجهزه ممكن المريض نفسه ياخدها معاه البيت. يعمل الفحص ده وهو نايم بالليل في بيته. بس هو الافضل طبعا دلوقتي في مراكز متخصصه وفي اماكن مجهزه يقدر ان هو يعمل الكلام ده فيها، ويبقى طول فتره النوم بتاعته. يجي حد يقول لي طب انا مثلا بشتغل بالليل بالنهار مش بشتغل بالليل. ممكن جدا نعمل الدراسه دي. طبعا تجهيزات الدراسه دي مهمه وليها طرق معينه بحيث العيان يقدر ينام كويس. يعني مثلا بقول له بلاش تشرب شاي او قهوه في الفتره اللي انت هتنام فيها، او في نفس اليوم اللي انت هتعمل فيه الدراسه. حاول ان انت تكون مرتاح في اليوم دوت، تبعد عن التدخين في الفتره ديت، عشان نقدر نوصل لتشخيص مضبوط عن طريق التقنيه دي. وزي ما قلت لحضرتك احنا بنحلل بعد الدراسه دي، بعد ما المريض ينام الفتره اللي هو نامها ديت وسجلناها بالجهاز، نقدر نشوف بقى الحاجات اللي حصلت له. هل في تغيرات في التنفس؟ هل في مشكله في كهربيه المخ؟ هل في مشكله في حركه ايديه؟ هل المريض ده صحي كتير؟ هل المريض ده قام يتحرك؟ هل حركه ايديه ورجليه فيها مشكله؟ وزي ما كان بيقول دكتور امجد احنا ممكن كمان بنشوف مراحل النوم نفسها، مراحل النوم متعدده اللي الانسان بيمر بيها. هل في خلل في فتره من الفترات دي او مرحله المراحل دي ولا ما فيش؟ بكده ممكن نوصل للمشكله ونعرف ايه سببها ونعالجها بكل سهوله. طيب يا دكتور ايه مساله دورات النوم؟ لو نشرح للناس ده.
بصي، هو النوم عندنا ليه مراحل، اربع مراحل. في مرحله اولى، مرحله ثانيه، مرحله ثالثه، مرحله رابعه. المراحل دي بتتنقل، يعني المريض بيخش من مرحله لمرحله ويرجع تاني. بمعنى مثلا في مرحله مثلا المريض بيحلم بيها، مرحله الاحلام دي مرحله مهمه جدا، اللي هي مثلا خاصه المرحله الرابعه. في مرحله ثانيه مثلا المريض فيها مثلا احيانا بيشتكي يقول لك ده انا بيحصل لي الشخير جدا، الشخير في الفتره ديت، وبصحى واللي حواليا بيقول لي انت بتشخر وانت نايم، دي مشكله كبيره. دي بتحصل مثلا في المرحله الثالثه. في مثلا مرحله ثانيه دي مدتها حوالي تقريبا 15 دقيقه، دي برده مرحله مهمه. في مرحله اولى اللي هي الاسترخاء، بتاخد تقريبا من دقيقه لخمس دقائق. كل دي مراحل مهمه لازم الشخص يمر بيها الطبيعي، ولو ما دخلش فيها واتسجلت في الجهاز ده هيحصل بقى مشكله منها. زي مثلا واحد بيقول لك انا ما بحلمش، لا انا الليل او بحلم ومش صاحي، مش فاكر احلامي، او بحلم ومش صاحي فاكر احلامي. فاهمه، يعني في بتبقى ناس كتير ليها يعني مشاكل بسبب فتره او مراحل النوم. احنا بنقدر نشخصهم ونعالجهم كمان بكل سهوله ان شاء الله. طيب عايز اعرف من حضرتك، بعد هذه القياسات هل بيتم وضع بعض البرامج لمعالجه اضطرابات النوم؟ بالظبط، دي خريطه العلاج، دي خريطه العلاج. يعني مثلا في بعض الناس اللي بيجيلهم هوات الصرع اثناء النوم، احنا بنديهم بقى ادويه للصرع، لان في نوع من انواع الصرع بيحصل اثناء فتره النوم بس. بالمناسبه كمان جهاز معمل النوم ده بيبقى فيه كاميرا متوصله في الاوضه اللي هو نايم فيها، بتسجله، بتخليه هو يعني بيسجل اللي بيحصل وهو نايم، وكمان بيبقى فيه حد قاعد معاه في الاوضه، ممرض مختص، عشان لو هو احتاج اي حاجه في وقتها، او صحي، او حب يتحرك، او حب يدخل التواليت، او حاجات زي كده، نقدر نساعده. الموضوع بيبقى ما فيش فيه ارهاق ولا مشكله للعيان، بالعكس ده فيه عيان بيقول انا عايز اعمل الدراسه دي عشان اوصل للمرض بتاعي. فبقى الموضوع يعني مشجع، ما فيش فيه مشكله، وحاجه امنه، يعني حاجه بسيطه، ده فحص بسيط، ما بحتاجش ان انا اعمل اي اجراءات صعبه او حاجه مثلا فيها ارهاق على العيان والكلام ده. وزي ما قلت لحضرتك في مراكز متخصصه ووحدات في الجامعات فيها الكلام ده موجود ومتوفر، المرضى بتيجي تعمل الكلام ده وتوصل للتشخيص والعلاج بسهوله. طب هل في فئات عمريه يا دكتور بنتيجه هذه الفحوصات والابحاث، هل في فئات عمريه معرضه لمساله اضطرابات النوم اكثر من فئات اخرى؟ وظائف معينه مثلا الناس اللي بتشغلها بتعاني من اضطرابات النوم، عند الاناث، عند الرجال؟ بص، هو الموضوع متفاوت يعني في الحقيقه، يعني بس في اطفال كتير بيبقى عندهم مشاكل في النوم، في ناس يعني شباب بيبقى عندهم مشكله، في ناس عواجيز بيبقى عندهم مشكله، يعني كل الاعمار دي عرضه للكلام ده. طبعا ظروف الحياه والضغوط النفسيه اللي الانسان بيمر بيها بتكون عامل اساسي طبعا، المشكله دي تفجر يعني وتبقى قدامنا. فيعني طبعا اللايف ستايل بيبقى ليه دور في الموضوع دوت، المشاكل النفسيه اللي الشخص بيمر بيها، المشاكل العضويه الاخرى، زي ما قلت لك ان في امراض ثانيه بتصيب الانسان بتعمل مشكله في موضوع النوم، زي امراض الجهاز التنفسي وامراض الانف والاذن، دي حاجات برضو بتبقى ليها عامل مهم قوي في الموضوع دوت. عظيم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد عصمت، استاذ المخ والاعصاب بجامعه الازهر، شكرا جزيلا يا دكتور. اعود لحضرتك يا دكتور امجد، ولو تقول للناس كده نصايح تساعدهم في مساله النوم ده، ازاي احصل على عدد ساعات النوم الكافيه بجوده النوم المطلوبه؟ طيب، علشان اقدر اقوم يبقى عندي النشاط المطلوب خلال اليوم. احنا قلنا 70% من العلاج للاضطرابات بتاعه النوم هي الارتباط او تحسين سلوك النوم. سلوك النوم مقصود بايه؟ مقصود بيه ان انا هعرف ازاي احسن جوده النوم بتاعي من خلال ضبط عدد ساعات النوم بتاعتي، ان انا اصحى في مواعيد ثابته وانام في مواعيد ثابته، اللي هي بسميها تصحيح الايقاع البيولوجي بتاع الساعه البيولوجيه الخاصه بينا. فانا بنظم العدد الساعات اللي بصحى فيها، يعني كل يوم بنام في ميعاد ثابت وبصحى في ميعاد ثابت. احيانا بعض الناس يقول لك انا ما بعرفش ادخل في النوم، هقول له ما فيش مشكله، احنا عندنا ممكن ساعه الدخول في النوم، لان بتبقى المشكله احيانا زي ما حضرتك قلتي هي الارق او صعوبه الدخول في حد نوم في النوم في بدايه النوم في حد ذاته. فالشخص لما بتيجي يجي يخش في النوم يبقى ما يقدرش يتحكم في ده، بيسموها السليب لاتنسي، ان انا هدخل النوم بعد ايه، انا المفروض ان انا بدخل النوم في خلال من 10 ل 20 دقيقه وبعد كده اكمل في مراحل النوم بتاعتي. الناس بتقول لك لا انا ما اعرفش ادخل في النوم، لكن ساعه الاستيقاظ بتاعتك انت تقدر تتحكم فيها كويس، انك هتظبط منبه، هتخلي حد يصحيك، فتبتدي كل ما هنظم ساعه الدخول والخروج في النوم بيبتدي المخ يرجع يعيد الضبط بتاع الساعه البيولوجيه بتاعته، وده بيساعده ان احنا نبتدي نظبط عدد ساعات النوم بتاعتنا. اتعرض للشمس بالنهار، لازم تتعرض لضوء كافي اثناء عدد ساعات النهار، عشان كده الاستيقاظ مبكرا من ضمن الحاجات الكويسه جدا اللي تقدر تخليك انك تقدر تحصل على قدر كافي من النوم المريح بالنسبه لك. الحاجه الثالثه ان انت تتجنب الانشطه الرياضيه الثقيله او الوجبات الثقيله برضو، او تناول المشروبات اللي فيها كافيين
قبل النوم على الاقل بساعتين. فلازم الشخص يبتدي اتجنب الشاشات الالكترونيه. الشاي ويدخلوا ينام. دي حاجه من ضمن عادات عشان ننام عشان نحلم كويس. طيب اتجنب الشاشات الالكترونيه، استخدام الهواتف او التواصل بتاع السوشيال ميديا. في ناس دلوقتي يعني الناس دلوقتي ده بيقولك اتفرج على حاجه كوميدي قبل ما تنام. لا ما اتفرجش على حاجه قبل ما تنام. علاقه بالحيوانات الاليفه مثلا، الحاجات دي ما بتساعدش ان انت تنام؟ لا ما ساعدش الحاجات دي، لان الحاجات دي بتدي اولا كل الشاشات الزرقاء التليفونات والحاجات دي كلها بتخلي المخ يفهم ان لسه في نوع من انواع الاضاءه بيوصل له، فهتخلي افراز الميلاتونين اللي هو مسؤول عن البدء في عمليه النوم يقل. فطول ما المخ بيوصل له اشارات من الضوء تنظيمه لعمليه النوم بيبقى قليل جدا. فده مهم جدا، ما ينفعش ان انا استخدم حاجه قبل النوم، ده عادات غلط، وبعد شويه بيحصل النوم بتاعه يبقى متقطع. طب في اكلات معينه لو كلناها قبل النوم تساعدنا ان احنا ندخل ننام؟ مثلا الناس السوائل، كل موز بالليل مثلا. الاهم الاكل السوائل، ان الشخص يكون بيحصل على قدر كافي من الميه اثناء النهار، لان ده بيهدي جسمه، بيخلي الدوره الدمويه عنده تكون منتظمه. النقطه الثانيه ان انا ما اعملش اي حاجه فيها نوع من انواع التفكير. في اغلب الناس بتعرف يقول لك انا ساعه ما ادخل السرير كل الافكار وكل الحاجات اللي في الدنيا وفي اليوم كله بتاع ابتدي افكر فيها اثناء النوم. لا، سيادتك خصص وقت للنوم للتفكير اثناء النهار عشان تبقى بعيد عن الدخول في النوم، فتقلل الاسترس اللي واقع عليك. كمان كم المجهود اللي انت بتبذله بالنهار، كل ما هيكون كم المجهود بتاعك قليل وقادر تنظم نفسك ومبقاش في عبء ثقيل على جسمك او على ذهنك، هتقدر تدخل في النوم بسهوله. دي الحاجات اللي احنا ممكن نقدر نظبط بيها. لا بالعكس بقى، احنا فاهمين العكس، ان طول ما انت بتعمل مجهود كبير طول اليوم هتنام بالليل وانت مش قادر يعني تفكر في اي حاجه، مهدود فهتنام. لا بالعكس، المجهود الزايد ده بيخلي الجسم في الم، والالم بيبقى مزعج للبني ادم، ما يخلوش يعرف ينام. فعشان كده المفروض الانسان ما يعملش حاجه، لان الواحد ممكن حتى من كتر الالم ما يقدرش ينام. وبعدين ممكن حتى الناس اللي بتنام كتير يقول لك من كتر النوم عضلات جسمي تعبان، قايم تعبان برضه. بالظبط كده. فلازم الموضوع يبقى منظم، ما ينفعش يبقى في عدد ساعات نوم زياده ولا عدد ساعات نوم اقل. كل شخص له عدد ساعات النوم المعتاده بتاعته، يعني طبيعه النوم بيختلف من شخص للتاني. الشخص امتى يتوجه لطبيب؟ يتوجه لطبيب اذا كان عنده مشكله في بدايه النوم او مشكله في انتظام النوم، في عدد ساعات النوم، النوم بتاعه يكون متصل ومريح وهادئ، او ان الشخص يكون عنده مشاكل في الاستيقاظ، انه بيصحى بدري قبل ميعاد الشغل بتاعه بكتير او قبل الميعاد المعتاد بيه بالنسبه له. الاضطرابات النفسيه في المراحل العمريه يتوجه لطبيب يا دكتور، ما ياخدش ادويه من نفسه. لا طبعا دي نقطه مهمه جدا. لا 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 اغلب الناس اغلب الناس حاليا بتيجي وقع في المشكله، هو بيجي له اوريدي ماشي على دواء، يجي يقول لي انا جربت كل حاجه ومش عارف اوقف العلاج ومش عارف اعمل ايه. ما هو سيادتك خدت ادويه اثرت على الطبيعه اللي ربنا خلقك بيها، والمشكله ان هو ممكن يكون خد ادويه فيها اعتماديه او فيها تعود وابتدى يخش في نوع من الادمان او التعود عليه. عشان كده بنقول يا جماعه احنا اول حاجه نعملها ايه؟ ان احنا نروح للطبيب نعرف ايه سبب المشكله، لانه مش كل واحد ما نامش يبقى عنده مشكله. في بعض الامراض العضويه احيانا ممكن تخلي الشخص ما يعرفش ينام كويس. تمام. ودي نقطة مهمة جدا حضرتك قلتها يا دكتور، ان الموضوع يكون عرض لمرض تاني. عرض لمرض تاني. احنا عندنا 50-70% من الناس اللي عندهم اكتئاب ما بيجيش يشتكي ان حالته النفسيه سيئه او ان عنده حزن او ان هو مش قادر يتعامل مع الناس. اكتئاب، خوف، قلق، كل الحاجات دي بتترجم في النوم. اغلب الاضطرابات اصل النوم ده وظيفه من ضمن وظائف الدماغ، لما بيحصل فيه لخبطه بيبتدي بقيه الوظائف الثانيه تتلخبط. فعشان كده هنلاقيه في الاكتئاب، ممكن الشخص بتاع نومه يقل او يزيد. في القلق في الغالب الشخص بتاعه متقطع، او ممكن الشخص فيه احيانا الناس يبقى عندهم قلق يجي يقول لك انا بنام في اي وقت. وفي ناس كتير تيجي تقول لك انا بنام كتير عن المعتاد بتاعي لما بكون عندي مشكله نفسيه او في حاجه ضغطاني، فنقول عليهم بيهربوا بالنوم او بيحط همه في الاكل، فتلاقيه بياكل كتير. فاحيانا يكون النوم هو العرض الممثل للشخص في الاضطراب بتاعه. بمعنى ايه؟ ده اللي هيجيبه العياده. هيروح لطبيب مين؟ هيروح على حسب الشكوى بتاعته. يعني مثلا الاضطرابات اللي حضرتك ذكرتيها اللي هو المشي والحركه اثناء النوم، ده شائع اكتر في الاطفال، فاللي هيشوفه اكتر دكاتره الاطفال. بس احنا لازم نستبعد ان وراهم سبب بيولوجي زي ما الدكتور احمد ذكر وقال ان ممكن يبقى فيه سبب في البرين او في نشاط المخ او في النشاط الكهربي بتاع المخ، ويكون ده هو السبب اللي عامل لنا النوم المتقطع، ان هو بيصحى بتجيله نوبه تشنجات فيصحى بعد النوبه، او الشخص ده عنده بستراكتيف سليب ابنيا اللي هو الشخير، او عنده انقطاع النفس بتاعه فبيصحى كل شويه، او عنده فزعات الليل. الناس اللي بتصحى تيجي ام تقول لك الطفل بالظبط تيجي تقوم تقول لك الطفل بيصحى بالليل يصرخ ويعيط ويبقى حرقان وضربات قلبه سريعه ومش عارف اعمل له ايه، ويفضل على كده 10 دقائق ربع ساعه وبعدين يكمل النوم بتاعه تاني. او تيجي تقوم تقول لك الطفل او الشاب بيتحرك وهو اثناء النوم بيقوم يمشي يعمل نشاط هادف يغير هدومه يفتح دولاب يفتح عاوز ينزل من الشقه بيتكلم يلف في مكانه
كانه بيعمل اي سلوك وبعدين يرجع يكمل النوم بتاعه تاني، هل الشخص ده محتاج علاج او محتاج ايه؟ اغلب الناس دول بيبقى عندهم خلل في المرحله الثالثه من النوم. وده بيتم تشخيصها من خلال معمل النوم. لما بيجي الشخص بيبتدي ينام في المعمل بتاع النوم والاجهزه ترصده، بنلاقي ان دخوله في الحركه اللي هو في اثناء النوم دي ما يكونش عنده نشاط حركي موجود، بنلاقي في الفتره دي ان هو المخ بيتعامل كانه في حاله يقظه. فبنقول هنا للشخص ان انت عندك مشكله، يعني ما عندناش علاج، ما عندناش سبب واضح ليها محدد ليها، لكن هو بقى فيه خلل في المرحله الثالثه بتاعه النوم، والموضوع ده ما بيأثرش عليه في حياته. اغلبهم بيختفي مع تقدم السن، يعني بيبتدي في الطفوله عند 3 من 7 سنين في الغالب، ومع كل ما بيكبر بيلاقي الموضوع يبتدي يقل شويه. فدي الحاجات اللي هي الشائعه اللي احنا بنشوفها في اضطرابات النوم. من ضمن الحاجات اللي هي كمان التبول الليلي او التبول اللا ارادي عند الاطفال اللي بيظهر اثناء النوم فقط، كل دي حاجات. او حاجه اسمها حركه الرجل الغير مريحه، اللي هو الشخص يقول لك طول ما انا نايم قاعد احرك في رجلي ما اعرفش ادخل في النوم الا ما اقعد اهز في رجلي. دي احد الاضطرابات اللي هي بتظهر اثناء النوم، واللي ممكن تتعارض مع جوده النوم او الراحه. فالشخص لو عنده اي مشكله هيراجع الطبيب الاعصاب او الطبيب النفسي، بحيث ان هما الاثنين دول بيساعدوه ان هما يكتشفوا الاسباب الخفيه وراء اضطراب النوم. فاضطراب النوم ممكن يبقى اولي، يعني مشكله فعلا في الساعه البيولوجيه او في السيركاديان ريزم اللي هي دوره النوم واليقظه بتاعت الشخص، او ممكن يكون في الغالب سبب ثانوي لحاجات تانية، سواء كانت امراض نفسيه او امراض عدويه. وبعض الامراض العدويه مثلا الناس اللي عندها خلل في الغده الدرقيه، الناس دول عندهم تقطع بالظبط، تقطع طبعًا في النوم. الناس اللي عندهم مشاكل في ضغط الدم مثلا وبياخدوا ادويه مدره للبول، هيلاقي نفسه كل شويه بيروح للحمام كتير. الناس اللي عندها مشاكل في البروستاتا او في الجهاز البولي بتاعها والحاجات دي كلها، هيلاقي نومه متقطع بسبب حاجه. الناس اللي عندها سمنه، اللي عنده صعوبه في انتظام عمليه التنفس، فالشخص ده هيبقى مش عارف ينام كويس، فمحتاج ان هو يقلل الوزن بتاعه ويحسن يقوي، ممكن يستخدم بعض الحاجات اللي تساعده وياخد نفس كويس وهو نايم مرتاح، بحيث ان هو جوده النوم بتاعته تكون بالتأكيد احسن. جوده النوم وعدد ساعات النوم يا دكتور بتفرق جدا في صحتنا يعني العقليه والجسمانيه. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور امجد جابر، استاذ مساعد الطب النفسي بجامعه الازهر. شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا يا دكتور النهارده. انا كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده من التاسعه، بكره حلقه جديده، واشوفكم دايما على الف خير.